قصة مع عبرة. احذروا من السحرة وشياطين الجن والإنس. قصة عن مديرة مدرسة في الشرقية، وأنعم الله عليها بالجمال والجمال والقوة والذرية وزوجي من أهل الجاه والمال. تزوج علي زوجي ثانية، وهذا الذي قلب حياتي وكياني. الكل كان يمدح برتي في دينها، الأمر الذي زادني غيص وغيرة. ولاحظت زوجي يمدح دينها وأنها قريبة من الله. صار قلبي يغلي من الغيرة، وخفت أنها تحمل. كانت لي زميلة في العمل فأطفل إليها همي، فشارت علي أني أربطها من الحمل وأضع لها سحرا حتى يطلقها زوجي. في البداية كنت خائفة وخفت لها، فقالت لي إن تطلقت تصدقي عنها وتوبي وخلاص. استولى الشيطان علي وعلى قلبي ووافقت. رحنا لحرمة ساحرة في منطقة شعبية، وقلت لها أريد ضرتي ما تحمل وأبيها تطلق. ثم زاد الشيطان غل قلبي، قلت ما أبيها تحمل من زوجي ولا من غيره. قالت الساحرة أريد شيئا من عرقها أو شيء لها. خططت مع بنتي الكبيرة وصديقتي، خططنا أن بنتي تذهب لأبيها في يوم ضرتي كأنها تتغدى عنده وتتعرف على زوجتي وتعزمنا عنده، والمقصد أنها تأخذ شيئا لضرتي. بالفعل أخذت طرحتها وجابتها لي، وزهدت الطرح للساحرة. قالت الساحرة عمرها ما راح تفرح بالضنا، وعطتني شيء وقالت انسبيه على مكان تدخل منه وتخرج، وعطتني شيء أحطه بالأكل. في يوم عزمتها وقلت لها إحنا مثل الأخوات وأريد أن تتعشين عندي، وناديت زميلتي التي كانت هي سبب الشر للعشاء معنا. رشيت السحر على المدخل التي تدخل منه ضرتي، والثاني وضعته بالقهوة. كنت أحس بالسعادة وأنا أشوفها تشرب القهوة، إنه كأني ملكت الدنيا. ما دريت أنها خسارة ديني ودنياي وآخرتي. بعد فترة صار لها نزيف شديد، استمر معها 3 أسابيع إلى شهر، وبدت حالتها تسوء بسبب النزيف. كان زوجي مستغرب من حالتها، أنها إذا بتصلي كانت تصيح، وفي الحمام كانت تصيح، ومرات يغمى عليها إذا أجت تقوم للصلاة. ساءت حالتها النفسية والصحية، وقرر الأطباء استئصال الرحم بسبب أورام سرطانية فيه، لكنها رفضت العملية. وسبب رفضها للعملية أنها شافت رؤيا كلب أسود ينهش رحمها، وأن المفسر أخبرها أنها مسحورة وعليها أن تمسح بزيت الزيتون على بطنها وترقي نفسها. علمني زوجي بهذا الشيء، وأخبرت زميلتي الشر، ورحنا للساحرة مرة ثانية، وقالت إن مسحت ببطنها الزيت انحلت العقد وحملت، لازم نصرفها على هذا الشيء. عطتني الساحرة أحط لها شيئا مرة ثانية بالأكل. والتي كانت تفسر أحلام ضرتي هي امرأة صديقتها. كان الاتفاق أننا نعمل بمفسرة الأحلام أيضا سحرة، وقالت للساحرة تعالي عندي يوم قبل العصر ودقي علي بالجوال. كانت تريد الساحرة أن أتكلم مع المفسرة عن طريق الجوال حتى تسحر هذه المفسرة عن طريق الكلام، وأصيبت بالسحر الأخرى. وبعد ذلك وضعت السحر في الأكل للمرة الثانية لضرتي، وزاد سوء حالتها. أجبرها زوجي تسوي العملية، وتم استئصال الرحم، وزاد غيظي لما رأيت زوجي حزين على حالتها. تشاورت مع زميلتي الشر أني أتهم ضرتي بالسحر حتى يطلقها زوجي. كانت بنتي متزوجة لها سنة، فخططت أنا وبنتي وزميلتي الشر نذهب للساحرة تسحر زوجي، وأني أدفن العمل في المدخل. وفعلا سويت هذا الشيء، وقلت لزوجي إني حلمت وكلمت مفسرا أحلام،
وقال لي: أنت وزوجك مسحورين من حرمتي. وأعطاني أوصاف زوجتك ومكان السحر، وأن السحر انقلب عليها ومرضت. وأخذت زوجي وبنتي وقلت: السحر تم وصفه لهذا المكان عند النخلة. وحفر زوجي المكان ولقى السحر، وكانت الصدمة له والفرحة لي. اتصل على أخو ضرتي وقال: أختك الكافرة الفاجرة الساحرة طالق بالسلاسة. وصور له السحر وأرسله له. كنت فرحانة جدا وحسبت أنها انتصارا لي، ولكن كانت الصدمة لي ولبنتي ولزميلتي الشربة، حيث حصل لنا أسوأ ما حصل لضرتي، بل أشد فحصل لبنتي. فسوف نكمل القصة للمرة الثانية حتى لا نطول عليكم. إذا أردت متابعة هذا القصة والضغط على زر اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا